الوفا والجرح ما مات والنار ما رحمت حدا حتى اللي شعل نار والروح عم تصرخ وجع وعيون مليان الطمع عين والدم الغدر والطبع غدار مشوار مع مرح ما طول. زياد بيطلب منك طلب. والله عيونا بدي سيارتك. اشتقت لك انا؟ ولا اشتقت لك، يلا باي. اطلع من هالسيارة. شو بدك هلا لبين؟ بعد سرعة. يلا. يعني شو معليكي؟ شو لك بتعمليه؟ شبكي مراح؟ انا جبتك لهون مشان ما حدا يسمعنا. لك ما بتخافي انتي؟ ما بتخافي لانا؟ شو لك بتعمليه؟ لك خلص مشي الحال.
تقولي لي لشوف وين اخذك. لك يخرب بيته هالسامي شو ملعون. يا ستي اخذني على قرني على البحر فاضيه ما فيها الدومري، ما بعرف من وين بيكوش هاي القراني. سامي بيحبني كتير وبده يتزوجني، هي شغلة وقت بس. وقت شو هاد لانا؟ وقت شو هاد؟ بكرة لازم يجي يخطبك. شبكي ما راح، لا تكركبيني هلأ. قلت لك سامي بيحبني وبده يعني، وأصلاً هو مانو ندل، قال لازم بكرة يجي يخطبك. شو راح يهرب؟ والله ما بعرف. عب شو مالكي؟ ايه؟ خلينا ننزل لعند أمي، تأخرنا. يلا. الله لا يعطيك العافية. هلا أنت فاضي لهيك قصاص؟ إيه كمان صوم صوم وأفطر على أنا. إيه ما ضل حدا ما جرب يحكي معه. شو المصيبة هي؟ شو بدي أعمل؟ خلص ما لازم أعمل شيء. بعدين هي يعني ما تمنعت، يعني هالشي ما صار غصب عنها. خلاص ولو شباك عادي عادي كأنه ما صار شيء. شو؟ شو هاد؟ خلص هلأ اشتريت هاي بكفي. طيب كتير حلو. طيب قديش حقه هذا شريف؟ لا بدي أعطيك مصاري هدية؟ طيب ماشي اسلم. باي. لا انا فيني اسالك سؤال بس بدي اياك تجاوبيني عليه بصراحه. سؤال حبيبي. هذا الشاب اللي كنت على علاقه معه ما صار بيناتكم شيء؟ لا ابدا. لا والله ما في شيء. هلا معقوله ما صار بيناتكم شيء ابدا؟ لك لا شو عم تحكي انت؟ انا يا دوب كنت شوفه بالمشوار وما كنا نبعد هيك برات الضيعه. طيب في غيره؟ لا ما في حدا ابدا. اصلا نحن ما كنا نحب بعض، يعني نحن يا دوب تعرفنا على بعض فتره ودغري تركنا. والله العظيم ما عم كذب عليك. عادي عادي امشي، بدي احكي معك كلمتين جوا. ولا ما بدي؟ هلا هيك الحب بيعمل بالواحد. واكثر حبيبتي واكثر. عن جد شهيتيني حب يا غليظه. طيب وما حكيتوا بالخطبة؟ ما كان في وقت نحكي. امتى رح تحكوا يعني؟ بدي احضر خطبة. خلص ما رح هلا، اتركيني مبسوطة. بتكون خلصت القهوة، قومي تعي. يلا شباك، مو على اساس بدك تنهي العلاقة؟ طيب ليش متضايق؟ إذا هي ما عندها مشكلة. خلص خلص. لازم ينحط حد للقصة. يبدو انه الحكي اللي عم ينحكى بالضيعة كله صحيح. ابصر كم واحد بتعرفه منك. كيفك شريف؟ شو أخبارك؟ لا لا ما بدي اشتري شيء، ما بدي ما بدي والله ما بدي. يلا دقيقة. ايه ايه واقفة هون أنا. لك ما بدي اشتري، ما معي مصاري، ما معي شريف. بالله عن جد عم تحكي؟ طيب ماشي ما رح خجلك. يلا باي. شو ما عم بيرد؟ وينه يعني؟ شو بعرفني؟ ما راح.
معقول يكون مرضان او نازل على الشام بدون ما يقول لي؟ ما بعرف، انا قلبي ناقصني منه قطرس. الو ايه سامي، عم دقلك ليش ما عم بترد علي؟ لا لا ما صاير شيء، نزلت على الشام كنت مشغول شوي. طيب وليش ما خبرتني؟ لأن أنا اجت عيني. مبروك، يعني صار عندك شغل؟ لأن ضروري نحكي. ايه ماشي باي. بده يشوفني امتى؟ ما بعرف. لأن انت بتعرفي انه انا مقدم على وظيفة بالشام، فعلا من يومين نزلت وعرفت انه طلعت عيني. رح تسافر؟ بكره. طيب وانا؟ يبدو انه ما فينا نكمل مع بعضنا. شو يعني؟ لا انا بصراحه يعني مستقبلي ما كتير واضح معي، وطريقي صعب، وظروفي مكركبه مثل ما بتعرفي. يعني مو صح انه انا اربطك وخليكي انت هون وانا هني. بس سامي انا وانت ما عاد مجرد، يعني انا ما بدك تتزوجني. فهمت عليكي، الشيء اللي عملناه انا وياكي كنا مبسوطين فيه برضاتنا. ايه مزبوط، بس انا بستناك، ما عندي مشكله. لا انا يعني انا صحيح قلت لك انه انا بحبك، بس شي مره وعدتك بالزواج بعدين شبكي. لك انت بنت بتفلجي، بتاخدي العقل، الف مية بتمناكي وفيك تظبطي امورك مع اي حدا. ولك شو عم تحكي انت؟ لا لا خلصنا بقى، ورانا صارت مكشوفه، يعني ما تعملي لي حالك شريفه. انا بالاصل ما بعرف مين كان في قبلي ومين جاي بعدي. يا واطي انت ليه؟ بكسر لك ايدك. ها انا كنت مفكر انه بنترك بعض ونحن اصحاب، نسيتي حدودك. ها اسمعي، ما بدي اياك تكتري حكي عني بالضيعه، ما تفكري حالك ماسك عني مزلة، قسما بالله بضحك عليك ومثل الكلب رح ترجعي لحالك. لك يا سامي يا حبيبي. ابن حرام شو بدنا نعمل؟ الله يوفقك يا سامي، الله يوفقك. حبيبتي ان شاء الله اهدي شوي، خلينا نفكر شو بدك تعملي بهالمشكله. رح ما اريد انا افكر بشي وحياة الله، فك الله لا يخوف. وانا شو عملت له لعمل فيني هيك؟ شان الله. يلا ما راح. استني شوي. انتبهتي على الاخرس كيف كان رح ياكلك بعيونه؟ ايه من يوم يوم وهيك ما في شي جديد. يا ستي حل مشكلتك مع هالاخرس. لك انت شو عم تحكي؟ بس الزلمة مبين انه جانن عليكي. خلصنا بقى، ما راح حاجتك غلازة شبكي. قصدي ضحكك شوي، اتجوزي سن زمان او حتى كم شهر وبعدين اعملي مشكلة وطلقي. هذا شريف الاخرس شبكي. ايه بعرف انه شريف الاخرس، كلمة مطلقة مو احسن من كلمة عانس. شو عم تخبصي انتي؟ انا شريف ما فيني اتطلع بوشه، شلون بدك يعني اتزوجه؟
مجنونة؟ مشي. شي شريف ما فيني شي لا ما فيني المشكلة إنه أنا ما بقدر أحكي لك والله ما بقدر شريف حاجة ترك علي إذا لسه بتطلب مني أحكي لك أنا بدي أمشي يلا يعطيك العافية الله يعافيك شو وين بنتك لانا ما تيجي تساعدك؟ راحت لعند رفقاتها بعرف بعرف هي تربيت هيك اشتهيت شي مرة اجي لاقيها بالبيت مين عم يحكي؟ اشتهيتك انت مرة تساعدني قهوتك كتير طيبة نعم إذا دائما بتعملي هيك قهوة طيبة بدي اجي كل يوم لعندك ايه بجي يلا ما فيني احكي لك هلا لانه السر ما حدا بيعرفه بعدين بعدين باي يا لطيف ما اواكي هيك بدك تعملي شو بدي اعمل يعني سلاكي بلكي فضحني فضحي لا لا شريف الأخرس ما حدا بيفهم عليه إلا أهله واللي قراب منه بعدين هو إذا حبك لانا ما بيحكي شكله حباب ماشي بشوف المرة الجاية شو بده يصير معه لك الله لا يوفقك يا سامي وين ما رحت وين ما أجيت يا رب شفتي شفتي لما لبهتي ليش قلت لك قلبي ناقزني ما راح مشان الله هلأ ما نسيتي علي كمان شريف ما فيني اخذهم هدول كتير غاليين طيب ماشي هي اخر مره ماشي بدك يعني احكي بس انا ما فيني احكي شريف لانه الموضوع كتير خطير وبخاف اذا انا قلت لك تقول لحدا او تكرهني طيب بحكي بس بشرط بدك توعدني انه انت ما تعصب ابدا شريف انا غلطت كان في شاب بيحبني وكان وعدني انه يتزوجني قام هرب شريف وعدتني ما تعصب هو ماله هون سافر انت بتعرفه سامي لا لا ابدا شريف انا كنت حبه بس هلا انا كتير بكرهه انا الحق علي اني وثقت فيه تعرف شو هاي الغلطة أنا بعرف إنه بدي أدفع ثمنها غالي أنا؟ شريف أنا مو لانا البريئة أنت متسرع كتير أنا واثقة إنه أنا هلأ إذا بطلع من المحل وفكرت باللي طلبته مني رح تندم يلا باي شريف
لوين؟ طالعة شوف رفقاتي ما بطول. شو كترانة طلعاتك هالايام؟ عادي حابة احكي معك بموضوع. امي بعرفوا شو هو الموضوع، ابن خالتي ما بدي اياه. مو على كيفك. لا بهذا الموضوع على كيفي. اسمعي، ابن خالتك بيحبك وبده منك بس كلمة. امي الله يخليكي انسي انسي، قلت لك مليون مرة ما بدي اياه. على كل حال بس يجي ابوكي رح يتفاهم معك. اي ماشي باي. الله يصبرني عليكم، بس الله يصبرني عليكم. وبتوعدني اذا تزوجنا ما تعيرني بقصتي القديمة؟ ها؟ شريف انت كتير منيح. اولاد؟ اربعة؟ ايه ان شاء الله بيصير عنا اولاد. بتحبني؟ ايه انا؟ ايه انا كتير بحبك شريف. شريف انت مو شايف حالك كبير هالبنت؟ عم يجيها كتير كتير وهي عم ترفضهم وكلهم. شريف انت مالك نصيب عنا. الله معك. بابا ليش رفضته؟ شو مجنون يا بابا؟ احلى بنت بده اياها اعطيها لواحد اخرس؟ ايه بس انا بدي اياه. بابا ابن خالتك بده اياكي وقادر حاله عليكي. بتتركي ابن خالتك وبتاخدي الاخرس؟ بس شريف كتير منيح وحباب واخلاقه منيحه. حباب؟ اي روح يطلع على وحده من شكله حبيبتي، بعدين شو؟ شايف بنات الناس لعبه؟ الحباب قال حبة موز. وإذا كنت ما بتحكي، أنت رجال صاحب مصلحة وكسيب، وألف بنت بتتمنى تفوت لهذا البيت. لك الله يهديك. يعني أنت موافق إنه بكرة نهرب ونتزوج؟ طيب شريف بكرة بجي لعندك الصبح مشان نتفق على موعد مشان نهرب. لا لا ولا أنت ما تحكي لحدا. يلا باي. هي آخرتك يا لانا، من بين كل شباب الضيعة ما لقيتي غير الأخرس. يا ربي شو أحمل. يلا المهم هلا اتجوز، مالي غير هالحل. هي تربايتك، شفت أخرس ضحك عليها. أنا شو دخلني؟ شو دخلني؟ عشان لحد هلا ما عم بفهم ليش تجوزوا، ليش تجوزوا؟ الله يلعنكم سودتوا وشي. ما عاد لي عيني يمشي بالطريق. الو الو. ايه ما رح ما تقولي انه انا اللي عم بحكي. ايه اهلين. ما في حدا قدامي، انا بالمطبخ. لك وليه يخرب بيتك على هالعمله، ليش ما حكيتي لي؟ شو بعرفني هلا هذا اللي صار. ليكي قولي لي شو الوضع. شو الوضع؟ الضيعه كلها ما لها قصه وسيره غير قصتك انت والاخرس. اها طيب واهلي؟ اهلك ابوكي معصب كثير، ما انا عم يطلع من البيت،
مو عرفان وين بده يودي وشه من اهل الضيعه. وامك قاعدة عم تبكي على حظك. اسمعي مراح، ما تقولي لحدا اني حاكيتك ابدا. ايه واذا في اي شيء بعتيلي مسج، لانه انا عم بقفل تليفوني، اكيد اهلي عم بدو. ايه ماشي خلص اكيد. هلا المهم قولي لي شو وضعكم انتو وشريف، مبسوطين؟ يخرب بيت قلبك، هلا وقتك انت. يلا باي. يلا باي. شو كان بدي انا؟ الضيعة كلها عرفانة بس. تروح الضيعة؟ بس انا كثير خايفة شريف. لوحدك؟ لا اذا بدك تروح لوحدك انا كمان بدي اروح. الزلمة اجا وطلعوا متجوزين، الله يرضى عليك، خلينا نسامحهم. والفضيحة يا مرا؟ أي فضيحة يا زلمة، أي فضيحة؟ هو ما اجا طلبها ونحن اللي ما وافقنا، بس بنتك بتحبه. وبعدين إذا أنت كنت خايف من حكي الناس، لا تخاف، بيحكوا شوي وبكرة بينسوا. يا الله يخليك، سامحها. بعدين هي بنتنا ووحيدتنا. مبروك. ايه روح الا يلا. الله معك. يا الله كثير تاخر شريف. لا تخافي عليه هلا بيجي. هلا لو قال لي انه رح تتجوزوا كنا لقينا حل غير لخطيفه. ها اجا شريف. شريف طمني شو صار معك؟ وافقوا؟ ما قلت لكم حيوافقوا؟ يلا حبيباتي خلينا نروح لعنده. ايه نابليني جزدان ماما. ايه حاضر يلا. عبال ما اشوف اولادكم عم بيلعبوا بهذا البيت. تسلمي مرتم. لانا هذا البيت بيتك، تصرفي فيه مثل ما بدك. اي والله انا مو مسد عيوني انك كنتي. ان شاء الله الف مبروك، الف مبروك. مبروك مرت اخي. الله يبارك فيك. الله يهنيكم ببعض. عبالك حبيبي. دوبشي قلبي. امي لانا كثير حلوه، شلون اقتنعت فيه؟ شبك رامي شو الحكي؟ صحيح اخوك ما بيحكي بس قلبه طيب وكتير حنون. امي هذا الحكي بعرفه انا وانتي، بس مو لانا. كل شباب الضيعه بيحلموا بنظره منها. يمكن صار لهم زمان بيحبوا بعض حبيبي. يا ستي الله يهنيهم ببعض. امين. مرحبا ماما. أهلين دوبرين حبيبة قلبي. شريف اليوم اشترى لي غراض كتير كتير حلوين، وجبنا لك هذا الغرض لإلك. أنا ما بدي غير سلامتكم وتكونوا مبسوطين. الله يخلي لنا ياك يا حبيبة قلبي. يلا رح فوت ضبون وجاية لعندك. ايه حبيبتي. المصاري بتعمل كل شيء. شرفتوا. أهلين شريف.
يعطيك العافية. كلهم إلي؟ شوف احكي لي، مبسوطة معهم؟ اي والله مبسوطة كتير. ما بتتخيلي هدول الجماعة قديشهم مناح، وبالذات مرت عمو ما بترضى ناديلها غير يا ماما. يو وامك ما بتزعل؟ ليش لتزعل حبيبتي؟ بعدين مانا شايفتني طنشي. وعلاقتك بسلفة كرامي كيف؟ لانه معروف عنه انه شايف حاله بالضيعة. ما بعرف، انا لسه علاقتي فيه رسمية، يعني ما فيها الأخذ والعطا بيناتنا. هو مرتبط شي؟ حابب حدا؟ لأنه شكله كتير حلو ولذيذ، مو معقول ما يكون حابب له شي حدا. شو مرح؟ كأنه عاجبك رامي؟ لك لا تطربي حديث وبس. يلا قومي، ما بدنا نطلع؟ بلا، أنا اللي بدي أطلع، بعدين مشتاقة للفتلة كتير. قومي. طيب بدي أسألك، ساعتك ما عم تقدري تتقبلي لشريف وما عم تحسني تطلعي فيه؟ لا ابدا، شريف طيب وما في منه، وبيحبني وعم بدللني كثير، يعني عم حاول اتعود. بعدين اهله كثير بحبوني، شو بدي احسن من هيك؟ برافو والله فرحتيني. هو طلع شهم عن جد، يعني لا انا ما بقى تذكرتي هذيك القصه القديمه. ما رح شبكي، في مجال ما بقى تذكريني بهي القصه ابدا؟ ما في شيء، ليش تحسستي؟ عادي يعني، حديث حديثك كله ما له طعمة. يلا امشي. اهلا شريف. كتير حلوة، كتير حلوة شريف. والله يا مرت اخي قدومك خير علينا. شو شريف؟ حبيتها؟ طيبة؟ يسلموا ايديك، كثير طيب. صحة وهنا يا رب. شو رامي؟ بلاقيك ما حكيت ولا كلمة. كثير طيب، سلم ايديك، مش انا بسترجي احكي غير هيك؟ لا ما بتسترجي. والله طيب وما في منه. صحة يا رب. عبال ما افرح فيك عن قريب. لا ماما انا ما بدي، انا هيك مروق. معناتها رح تاخذ بنت مثل القمر. شوف اخو شريف قديش عجزت فيه وتحايلت عليه، بس لما عشى اخذ بنت مثل القمر. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. حبيبتي عن اذنكم. والله كلام ما رح معقول، يعني أنا هلأ رح كمل مع شريف؟ شو بيعرفني؟ خلص هلأ أنا مبسوطة ومرتاحة، واللي صاير لي مو صاير لحدا، بيت وزلمة عم بدللني وبيموت علي، شو بدي أحسن من هيك؟ بس أخرس ما فيكي لا تحاكي ولا يسمعك. آي الله، ليش أنا شو إجاني من اللي بيحكوا غير وجع الراس والقلب؟ الزلمة بيحبني وأمه محتارة كيف بدها تراضيني وتداريني. يا الله، بس أنا ما بحبه لشريف، ما في شي مشترك بيناتنا. خلاص خليني ساكتة أحسن شي، بهالظروف القعدة معهم أحسن، عايشة أميرة وما حدا قدي، أحسن ما أكون مطلعة وقعدة ببيت أهلي. الله
الله يسامحك. لا والله هي انا بعرف اطبخها منيح. بتنعمل بالزيت وباللحمه. اهلين حبيبي. اهلين حبيبي. دوبهم ان شاء الله. شو هاد الي؟ شو كل يوم بده يفوت عليها بيتية؟ والله زودت لك ابني كتير هيك. بعدين تصطف له شو بدي انا؟ من هون اذا بدك تسيبي اي رقم وفيك تنزلي اي غنية بدك اياها. كيف يعني؟ خلص انا بنزل لك اياهم. انت مين بدك؟ مين بتحبي مطربين؟ حط لي اليسا وائل كفوري ابو وديع ام كلثوم اللي بدك اياه. شو سميعه والله. ايه وراح اخزن لك رقمي كمان. لبين ما خزنه روح اعملي كاسة شاي وارجي لي. ايه تكرم عينك. على عيني. حبيت الفول؟ الفول حبيت الفول؟ طيب؟ صحة. ليك الموبايل؟ الموبايل؟ عمرتك عم تشتغل منيح؟ ايه كويس كويس منيح. انبسطت انا. اعطيني جرب سحبة. دخلني قبل هالمرة شيء؟ لا ابدا. الرجيلة كتير تقيلة بتدوخك. ايه لا معلش انا مجربتها بزماني كنت مع رفقاتي مرة واحدة. ادقي بس. طيب. ولا تسحبي بقوة. ماشي. شو شو وين الطعمة الطيبة؟ قلت لك رح تتضايقي. شو بك كأنه شمتان؟ لا بس هي أول مرة ما بيطلع لك بشغلة معي. اها طيب ماشي يا سيدي رح ارجع اجرب مشان يطلع لي معك. خلص إلك علي اذا حبيتي الارجيله رح اجيب لك واحده جديده. ماشي موافقه. ولك انا بضاعته اللي بالمحل ما كانت تعجبني ابدا وما كنت فوت على محله. بس فهميني شو اللي عجبك بهذا الاخرس؟ امي حاج تقولي عنه هيك. هذا الاخرس اسمه شريف. بعدين هو بيحبني وبيموت علي. ما كانوا كل اهل الضيعه بيحبوكي بيموتوا عليكي. بس شو اللي عجبك بهذا؟ عجبني فيه انه بيحبني. بيحبني مو لشكلي، بيحبني للي جواتي. ومشان الله بقى سكري لي هي القصه ماما، انا تزوجت ومشي الحال. ما عاد احكي. وين شريف؟ طب انا رح اقوم البس. شو قاعدين؟ طب انا لحقتك ماني مطوله. ايه شبكي اتمرن لي الساعتين على خير. ماني طايقته ماني طايقته. شو ساوي؟ شو حدا ما بدا ولك ما انت نعتيني فيه. على فكره شريف ما بقى يجي على هذا البيت. بتعرفي ليش؟ لانه بيحترم حاله وما بيفرض نفسه على حدا. اصلا انا ما عاد بدي اياه يجي مره تانية. عم تفهمي؟ ايه معناتها انا كمان ما بقى لي جايه لهون. سممي الا عندك هالشكل. كيفك ماما؟ اهلين حبيبتي. وينو شريف؟ فاتينا خير؟ صاير شيء؟ لا لا ابدا ما في شيء. شوفي لانا مالك على بعضك؟ تخانقتي انت وشريف؟ لا ماما لا تشغلي بالك. ليش شريف بيخانق حدا؟ والله ما في منه. لكان شوفي ما في شيء. كيفك
كيفك رامي؟ أهلين. شو ما عاد حبيتي الأرجيلة؟ ما بدي، شكلي لازم أتعلمها منيح. مرة على مرة بتتعودي عليها، بس نصيحة بلاها. أنا كتير هيك، شبكي؟ أهلي لساتهم متضايقين مني، وأنا قررت ما بقى أروح لعندهم. طولي بالك، هي القصة بدها شوية وقت. كمان أنت وأخي ما نكون إلها. كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ الضيعة كلها انفلجت فيكم، كيف حكيتوا مع بعض؟ كيف تجوزتوا؟ إيه، هي القصة صارت بسرعة يعني. أنا كنت زبونته للشريف، كنت حاسة بإعجابه. بعدين شريف كتير حباب وما في منه، وما له خبيث مثل الشباب هالأيام. بسيطة، تنحل. يمكن لو رحنا بجاهة كبيرة كانت تنحل. أعطيني أعطيني هالبربيش، خليني أتعلم. مو تكرم عينك مرت أخي الحلوة؟ بدك شي مرت أخي؟ بس تخلصي ضبضه بكل شي. تكرم الدنيا ما عادت مضمونة. الصديق عم يخون صديقه من دون ما ترفله عين. وين؟ المسكت بغرفة أبوه. أنا هلأ بحضرت جريمة شرف من النوع الممتاز، وبحق لي كل شيء بالقانون وبالشرع وبالعرف. هدي أعصابك ولا تغلط بنوب. أنت صديقي وأنا حابب أنصحك ونورك، يعني لازم تفهم وين أنت بهيك وضع. أنت لازم تموتي. بعد عني. سكت حسين. شو صار لك؟ أنا لما؟ لما يلي تركت بيتها وجوزها وبناتها ولحقتك؟ دكتور مشان الله، مشان الله دكتور، أنا مرتي حامل وبتقلي هلأ أنه أنا ما بجيب أولاد. كيف؟ لك أنا بقتلها وبقتل الشريف وبقتل الدنيا كلها وما بخليك تكون إلا إلي، عم تفهم؟ أبو حازم لا تنسي، لأنه هو الوحيد اللي رح ياخد لك بدارك من حازم ومن أمه لحازم كمان. حاولت أقنع حالي أني بحبه لجوزي، كمان ما زبطت معي، وهيك صرت تخون. ولك يا حقيرة، لك إلك عين تحاسبيني على شيء سابقتيني عليه من إمتى؟ ولك من إمتى؟ من إمتى؟ هلا لا تهبل علي، هلا بدي أعرف ريحة البرفان من السواي منين إجت على القميص. هي ضلت وراي، ضلت وراي لحتى خلتني. شريف! الشي اللي صار، الشي اللي شفته أنا هيك، تحط راسك بالأرض من خجلك، الظاهر بالعكس يعني كبر راسك أكتر. والله فاجأتيني.